ماذر داي، كل عام وانتم بخير الامهات. اليوم عيد الام الامريكي وعندنا العيد العربي، والاثنين انا ما احصل هدايا واكيد معظمكم ما يحصلون هدايا، لذلك قررت ان اليوم راح اوزع 10 هدايا حق 10 امهات هنا في ميشيغان امريكا. سو تعالوا معي يا عاد نصور. انا اليوم اول ام ونقولها كل عام وانت بخير وصحه وسلامه. ثانك يو. ان شاء الله كل الامهات عيد الام سعيد وان شاء الله ينعاد عليهم. سؤالي لك، حصلتي اليوم هديه ولا لا؟ لا صراحه لا. كل عام وانت بخير، وهي اول هديه من برومي روز شركتنا. وين طلعتوا اليوم؟ هسه زوجي جابنا هنا المطعم عشتار، حفله مال جهالي همينه فيرست كوميونيون. انت كل عام وانت بخير، تسمحين لنا ننشر الفيديو؟ طبعا. انكي حياتي، انجوي يور داي يا عمري. اول ام حصلت على هديه عيد الام. الهديه الثانيه راح تروح لمن؟ تعالوا تعالوا ورا يلا ندور على ام. طبعا احنا موجودين في منطقه ستيرلينغ هايت، واحده من المناطق اللي فيها التجمع العرب كثير، وعندنا الام الثانيه. مرحبا. اهلا وسهلا. يا ممكن نتعرف على الاسم؟ مروج عواز. كل الهلا حياتي. سؤال اليوم لك، حصلتي هديه عيد الام ولا لا؟ لا لسه. عادي، نفسي بالضبط. يعني انا عادي 14 سنه ماكو. مسافره جايه من كندا وراجعه هسه، وانا اصلا من كاليفورنيا، فراجعه كاليفورنيا فلهسه ما حصلت هديتي. نايس، حلو. سو اهل كاليفورنيا اليوم راح يحصلوا معانا هديه عيد الام من برومي روز. حبيبتي كل عام وانت بخير وصحه وسلامه. بالف خير. تسلمين عزيزتي. الام بالف خير وان شاء الله صحه وعافيه، لانه هي دائما الجندي المجهول. هي تسمحين لي ننشر الفيديو؟ ايه اوكي. ثانك يو سو ماتش حياتي. ام الثانيه بس تعالي عشان السيارات. هلا هلا هلا. مرحبا. هلا بيك. نتعرف. ايمان يوسف. حصلتي هديه ولا لا؟ لا بعد ما حصلت. بعد ما حصلت هديه. صفي يمي. كل عام وانت بخير وصحه وسلامه. انت بخير. ما تقولينها للامهات؟ ابارك كل الامهات بهذا العيد الام، وابارك امي بكاليفورنيا وكل الامهات. كل عام وانتم الف خير، الف الف خير لك ولهم. تسلمين يا ربي. كل عام وانت بخير، وهاي هديه من عندنا من برومي روز. وانجوي يور داي توداي. ثانك يو سو ماتش. ثانك يو سو ماتش. الله يخليكم. ثانك يو. باي باي. بس الامهات. ليش جينا هاي المنطقه؟ اي لانها المنطقه هنا فيها كلها عرب اكثر شيء، واكثر شيء يجون هنا يحتفلون بعيد الام، فلذلك خلينا نصيد الامهات هنا. احد اللي يهدي اشوفه يفرح اكثر من اللي يستلم الهديه. يس. برومي روز. كنا راح نصطاد ام. تعالوا. يس زوزو وعد. كل عام وانت بخير. اوه ثانك يو. عادي نطلع بالفيديو؟ اوكي. okay. شلونك؟ كل عام وانت بخير. حبيبي انت. سؤالي لك، حصلتي هديه اليوم للمادر داي؟ يس. شنو هي ممكن نعرف؟ زوجي جابني فلاور وكيف كارد. نايس. زوجك؟ يا هذه ثاني هديه. وكل عام وانت بخير حبيبي، وهذه هديه من برومي روز. لا ماكو داعي. لا حبيبتي، احنا اليوم حابين نفرح 10 امهات اليوم. او ثانك يو تسلمين. ثانك يو. سو هابي تو فايند لايك اي سي يو جايز كوز اتابعكم هوايه وسبيشالي ان انستغرام. حبيبتي ثانك يو. ثانك يو. على عيني كل الامهات اختفوا، يعني وين رحتوا؟ وين؟ انا نيو ماذر. هابي ماذر داي. ثانك يو. ديد يو ريسيف ا جيفت توداي؟ يس، كارد اند ماني اند وات ايلس؟ از ا هوك اي لاف اند يو سي فلاور ماني. Yes, flower money. Because of Mother Day, we wish you a happy Mother Day, and we would like to give you a gift from our company. It's called the Promi Rose. Thank you so much. And where is your businesses? Online. Yes, you can type like promiroz.com website. Hair growth oils, ashes, and a pro growth serum also. Okay, thank you so much. I will check it out. Is it okay to publish your video? Yes. Thank you. Bye bye. Yeah. مرحبا. يس لقينا ماما. تعالي. اني ماذر. هابي ماذر داي. تعالي تعالي حبيبي. واتس يور نيم؟ ساندرا تشولاخ ديابش. وير ار يو فروم؟ ام فروم ويست بونفيلد. اوكي، دو يو سبيك عربي؟ احكي عربي. شلونك عيني؟ الحمد لله. هلا هلا هلا. سؤالي لك اليوم بالماذر داي، استلمتي هديه ولا لا؟ ناكل شيء بعد، ما حد ما ناطيني nothing. Oh wait wait wait، أخذت روزري من الكنيسة. I'll show it to you guys. راح نشوف الهدية. نايس. أول هدية أنتي. أول هدية. أوكي، وثاني هدية راح تكون من شركتنا، شركة برومي روز. نقول لك هابي ماذر داي. عزيزتي شكرا حبيبي. Can I give you a hug؟ حياتي. حياتي. اسمحوا لنا نشر الفيديو؟ يس نسمحكم. بقت لنا كم هدية؟ ثلاث هدايا صح؟
أنا كلش فرحانة لأني فرحت 7 أمهات إلى الآن، وعيوني صارت تدمع من الشمس. لا وحاطة كحلة اليوم نوت ووتر بروف حيسيح الماسكرا. أنا وايد حساسة من الشمس. Let's go find a new mom. Let's go. أخذت نظارة وعد لأن ما استحملت، عيوني صارت تدمع من الشمس. إيش رأيكم؟ أحلى من وعد أكيد. بقي 4 أمهات، دور على الأمهات، وينكم يا أمهات؟ حلو الشعور لما تفرح أحد ويستلم هدية، وخصوصا هو بعيد الأم وما ماخذ هدية يعني. مثل بعض الناس اللي يمي ما جاب لي هدية ترى، ها أقولكم. حصلنا أم بالمطعم. مرحبا. Happy Mother's Day. You too. حصلتي هدية اليوم؟ Yes, a card craft. But my husband he helped. Nice. احنا اليوم بمناسبة عيد الأم حابين نعطيك gift from our company Prami Rose. Hope you like it and enjoy your day and happy Mother's Day. Thank you, Habibi. Thank you. Can you share the video? It's okay. Yes. Yes. Thank you. Guys, we found another mother and we say happy Mother's Day. Thank you. How are you? I'm good. How are you? Thank you. What's your name? Angela. So Angela, tell me, did you receive a gift today? I did. Really? So nice. These earrings for my husband and some flowers for my kids. So cute. And because of Mother's Day, we would like to give you a gift also from our company, Prami Rose. Happy Mother's Day and enjoy your day. Thank you. That was very sweet. Is it okay to publish the video? Oh yeah. Yeah. Thank you. 8 هدايا باقيت لنا هديتين. Who's the lucky mothers? Yes. Yes, we are content creator. Yes, sure. باقي هديتين still. So again a new mom. نقول لك happy mother day حبيبي. شكرا جزيلا. طب حصلتي هدية عيد الأم ولا لا؟ لا. عادي حالك من حالي ما في مشكلة. Happy Mother's Day. بمناسبة عيد الأم حابين نعطيك هدية من شركتنا برامي روز، ونقول كل عام وانتم بخير وانجوي يور داي. شكرا جزيلا. حلو هذا اليوم صار. اللي اسمحين لي ننشر الفيديو؟ اي نشروه. اوكي ثانك يو سو ماتش. حبيبتي وياكم. انت أم؟ تعالي. وين رايحة؟ عادي ننشر فيديو نصورش فيديو. اوكي اوكي قبل لا تسجلين انا كلش احبكم واحنا نموت عليك حبيبتي. ثانك يو سو ماتش. انا اخر ام ذا لاكي مام. نقول لك هابي ماذر داي. ثانك يو سو ماتش. انتم همينا الله يحميكم يحرسكم. للكل امهات ان شاء الله الله يحميهم يحرسكم. امين امين يا رب العالمين. كم اطفال عندك؟ الله يخليهم. 2 الله يخليهم. الله يخليهم لك وتشوفينهم باعلى المراتب يا رب. تسلمين الله يخليك. تسلمين عمري انت. والله يخلي كل الاطفال بالدنيا كلها كل الامهات ان شاء الله يا ربي الامور تصير زينه ان شاء الله يا ربي. سؤالي لك اليوم حصلتي هديه ولا لا؟ الحمد لله والشكر. مو الا لازم نحصل. الحمد لله والشكر ما دام عايشين بخير صحة وسلامة هاي آخر وأحلى شيء أحلى هدية. صحيح كلامك على العين وعلى الرأس والله. بس إحنا بمناسبة عيد الأم حبيت اليوم أفرح 10 أمهات وأنتي آخر أم. الله يحميك ويحرصك إن شاء الله دائما تكوني ناجحة بكل شيء حياتي بدون مجاملة. حياتي أنتي. الله يخليك. يحفظك ربي وthank you so much وenjoy your day today. Thank you so much أنتي حبيبتي. حياتي. أنتي معانا شخص قال حاب أن يقدم كلمة للأم اليوم. تفضل. تحية لكم أولا. تحية لقناتكم الرائعة بهذا اليوم السعيد. قدم مباركة وتقدير واحترام إلى كل أمهاتنا بكل دول العالم. الأم هي معنا مدرسة كبيرة للمجتمع وللعائلة. الأم هي اللي تخرج الدكاترة وتخرج المهندسين وتخرج العلماء والفلاسفة. الأم هي مصدر قوة وشجاعة للأهل وخاصة لأبنائها وبناتها. الأم هي مصدر الحب والحياة والتفاني والإخلاص. ما ننسى أيضا دور الأب بعملية التربية الاجتماعية بين الأم وبين العلاقة الاجتماعية بين الزوج والزوجة. وتبقى الأم هي عزيزة بنظرة كل أبنائها وبنظرة الوطن وبنظرة الأم هي وطن كبير حقيقة نعتز به. شكرا لكم وأني لؤي فؤاد ستو. I thank you so much. شكرا على الكلمات الرائعة الحلوة. أكيد متزوج وعندي مرة وأربع أولاد عايشين بالعراق. الله يخليهم إليك. كنت أريد أسألك إنه جبت لها هدية بس قلت لي بالعراق. أنا قدمت لها هدية باقة من الورود عن طريق أولادي كلفتهم أن يقدمون باقة ورود نيابة عني تقديرا واحتراما لوجودها مع أولادي وسعيها وتواصلها معهم
وهذا هو الحب الحقيقي والحنان الحقيقي للأمهاتنا الأعزاء. شكرا لك وربي يجمعكم على خير إن شاء الله ويلم شملكم بأقرب وقت. الله يحفظكم وجودكم أنتم مع المجتمع مالتنا. شكرا جزيلا. Thank you so much. باي بي. أنا كلش فرحانة اليوم قدرت أفرح 10 أمهات بهذا اليوم الحلو. شوفكم على خير في فيديوهات ثانية. لا تنسون تشتركون بقنواتنا وحساباتنا نفس الاسم بروميروز، ويمكن وعد زوزي طلعوا لكم في شارع ما في مدينة ما، صح ولا لا؟